شهد رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة والرئيس التنفيذي علي البقالي التدشين الناجح لمشروع شبكة التبريد القسري في خطي الصهر الرابع والخامس. نعم، ويتيح مشروع شبكة التبريد القسري زيادة قوة التيار الكهربائي في خطي الصهر الرابع والخامس، مما سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة ألبا إن مشروع شبكة التبريد القسري ضمن المحاور الرئيسة في الخطة الاستراتيجية الخمسية لأعمال الشركة، وهو إحدى المبادرات المبتكرة والطموحة للشركة، إذ تم تنفيذه دون إيقاف العمليات بخطي الصهر الرابع والخامس، وهو ما يؤكد على وجود الخبرات الفنية والتشغيلية عالية المستوى في شركة ألبا.